لعبة الكورة لعبة صعبة جدا جدا جدا، أحيانا تديك وأحيانا تديك ماليا، وأحيانا يبقى لعيب موهوب بيلعب في نادي أسوان ولكن الأمور المادية صعبة فيضطر إن هو يشتغل في بنزينة، وده الحقيقة لينا الشرف إن احنا نعرض له التقرير، لأن أنا من وجهة نظري كل واحد بيشتغل حاجة تانية نظر لظروف مادية فله كل الاحترام وله كل التقدير وله كل التحية. فنطلع التقرير ده نشوف لاعب أسوان بيشتغل فين وبيعمل ايه، وبعد الفاصل نرجع تاني بفقرة خاصة جدا بعد الفاصل. كابتن طارق يحيى وكابتن ياسر عبد الرؤوف واحمد فوزي العريان، فقرة خاصة جدا، فقرة جديدة بعد الفاصل. الحمد لله طبعا على كل حال، بس عامة يعني احنا طلعنا لازم الشغل، حتى لو انا مثلا حتى لو بلعب دوري ممتاز وفي فترة توقف لازم نشتغل، حتى لو يعني حتى لو البني ادم معاه اللي يمشيه، بس لا اتعودنا ان احنا لازم نشتغل. يمكن دي اسهل شغلانة الواحد اشتغلها، انا اشتغلت في الجبل، اشتغلت في الزرعة، اشتغلت في مصنع ثلج 6 سنين، كنت ايام الثانوي ايام الناشئين كنت اروح الصبح المدرسة واطلع على البيت اتغدى، اروح التمرين الساعه 2:30 اخلص التمرين ارجع البيت تاني اتغدى واطلع ايه واطلع الشغل. ابيت صاحب الشغل كنت من 8 بالليل 8 الصبح، صاحب الشغل يسيبني اروح الساعه 6 عشان الحق المدرسه. والله هو ما فيش مشاكل، يعني الواحد طول ما هو حب اللي بيعمله ما فيش اي مشاكل، حب اللي بيعمله وحب اللي عايشه ما فيش اي مشاكل، يعني الحمد لله على كل حاجه. والله انا يعني في اسوان 9 سنين، من ايام الناشئين لغايه من 2014 لغايه 2022، من الناشئين لغايه الدرجه الاولى، يعني انا كله عامه 9 سنين. انا صعدت مع صن مرتين، صعدت مع كابتن مجدي عباط وصعدت مع كابتن بيبو، طلعت وخدت معاهم سنه في الدوري الممتاز بس ما لعبتش، كان سن 19 سنه وشاركت في الدرجه الاولى وانا عندي 18 سنه. السنه هي اللي فاتت دي ان انا امشي من النادي، كان هم في الدوري الممتاز وكنت انا خلاص عديت السن، فده السبب ان انا مشيت من النادي، يعني رحت مكادي بقى والحمد لله ربنا كرمني وصعدت. كان 50,000 جنيه، 50,000 طول السنه، 50,000 جنيه بتتاخد على دفع زي ما انت عارف، بتتاخد على دفع، بتبقى حوالي يعني 3,000 جنيه في الشهر بس والحمد لله، يعني بالعكس ما بيأثرش عليا، يعني هو زي ما قلت لك ان احنا حتى لو الواحد يعني ربنا كرم ودوره ممتاز ما بيحبش ان هو يقعد، لازم يشتغل، لازم يعمل اي حاجه، لازم يتحرك، لازم كده، اتعودنا على كده من صغرنا، يعني محدش يعرف نصيف. بس يعني للامانه برضو منظومه محترمه، الحاج احمد الصحيفي والناس ما قصرتش، يعني مش معنى ان الواحد شغال ان الناس دي مقصره في الفلوس، لا النادي كويس والنادي بيطلع الفلوس في ميعاده، بس احنا اتعودنا كده ان احنا نشتغل.